أول شيء هذه فرصة، ونشكر سمو الشيخ خالد على إتاحة الفرصة لفتح عدد المباريات أكثر. ليش؟ هما تجمع الشباب وإحنا نستفيد، عندنا حكام ندخلهم في ذي يأخذون المتسع أكثر في التحكيم. عندنا حكام ثلاثة دوليين، وعندنا حكام درجة أولى، وعندنا حكام صفوة الفوتسال، وجايين إن شاء الله في حكام الحين هم عاقدين دورة صقل علشان ممكن نزيد فيهم في دوري الفتيات ودوري ذو الإعاقة هذه احنا قاعدين نسويها. هذه شكرا شكرا لسمو الشيخ خالد على إتاحة الفرصة لنا لضخ دماء جديدة في الفوتسال، وهذا شيء ما في ضغط. ترى احنا الحين وصلنا 50 مباراة، لا يوجد ولا أي احتجاج من أي نادي، معناته أن التحكيم صاير في الطريق الصحيح. نشكر تعاون الحكام المدربين ولاعبين المراكز الشبابية على التعاون ويانا في الشيء. والله من أول اجتماع لنا، من أول اجتماع تقريبا قبل شهرين، زين استقرينا وتشكيل اللجان، وشكلنا أكبر لجنة فنية خلال المسيرة الخمس بطولات السابقة والبطولة، أكبر لجنة فنية دخلنا فيها العنصر النسائي لأول مرة هذه السنة، والحمد لله قدرنا نسيطر وخلينا فيها فئة للإحصاء وفئة إلى مراقبة المباريات وفئة للتسجيل وفئة للتوقيت، والحمد لله المجموعة ككل متكاتفين ومساعدين وطلعنا بوجه حسن، وما زلنا تشوفون اللقاءات اللي نلعبها الحين، وصلنا لليوم 17 والحمد لله لقاءاتنا كلها متجددة إن شاء الله. طبعا حضورنا في هاي النسخة أكيد بيكون مميز، حضور أكثر من 15 مصور متوزع في جميع أنحاء الملعب. طبعا استمرارية البطولة 3 أشهر، وراح يكون تغطية مستمرة أكيد، وكلنا أمل إن نطلع بصورة مشرفة أكيد، وإن شاء الله خير. لجنة الإعلامية هالسنة تغيرت، اختلفت اختلاف كبير عن العام الماضي، صرنا مسؤولية أكبر، ممكن إلى 30 يوم الدوري صار إلى 50 يوم، زين طاقم اللجنة الإعلامية زاد، صار عندنا 16 مصور ومنتج، فتقسموا بين الفوتوغراف والفيديو والمنتج 16 شخص، وكنا نعمل مثل خليتنا مترابطين على قلب واحد لإظهار البطولة بأفضل صورة ممكن. الحمد لله يعني الطاقم الإعلامي في هالبطولة عدد كبير من كل النواحي، يعني في التصوير الفوتوغرافي العدد ممتاز، في المونتير عدد ممتاز، في الفيديو عدد ممتاز، حتى في التحرير بعد العدد ممتاز، يعني بحيث ان الكل يغطي بكل اكبر طاقة عندي يقدر يطلعها، يعني ما يكون مضغوط. والاهم من هذا كله ان الكل متعاون، كل اللجان متعاونة، كنا منضم على لجنة واحدة، وهذا اللي مسهل العمل في هذا البطولة. أقوم هزيمتنا من النعيم، حاولنا نرد حق المنافسة، عندنا مباراة بسيتي، عندنا مباراة عراج، استغلنا الأسبوع، بدينا إعدادنا صح، بدينا صح أخطائنا، قدرنا نعدل الناحية الهجومية، قدرنا نسجل 6 أهداف، عندنا مباراة الجاية مع عراج لازم نعدل أخطائنا الدفاعية، 4 أهداف في مباراة تعتبر حصيلة كبيرة، إن شاء الله نعدل أخطائنا المباراة الجاية، عندنا مباراة جدا مصيرية ضد فريق مركز شباب عراج، يعني نتمنى التوفيق ان شاء الله، بنبرك حق الفرق المتاهله، والمغلوب نقول او الخاسر نقول له ترى انت خاسر، كفايه مشاركتنا في بطوله سمو الشيخ خالد.
التكتيك مو كان زين، بدينا غلط وفرق النتيجة خلونا نأيس. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله المباراة الجاية نعوض. طبعا المباراة متكافئة من الفريقين، فريق النعيم وفريق دمستان. الفرص كانت متساوية مع أفضلية نسبية لفريق دمستان صراحة، مهاريين عندهم لاعبين مهاريين. الأهداف اللي جت علينا خلينا نقول أغلبيتها كانت من أخطاء فردية، لو كنا شوي خلينا نقول في تركيز ما راحت تكون نجي وأخذنا 3 نقاط. على العموم نفس ما قلت في البداية أن المباراة متكافئة، فريقين اتوقع يعني يملكون نفس الحضور. اليوم بذلنا مجهود فوق طاقتنا وعطينا بدل المجهود مرتين ونفذنا تعليمات المدرب، بس للاسف ما توفقنا، الحظ ما كان ويانا اليوم عند البلنتي وعلى برا الكوره تدخل علينا تضرب الحارس ودش، ما توفقنا. بس اليوم بذلنا مجهود، كانت المباراه المفروض تكون لنا، كنا محتاجين هالفوز. اذا فزنا هالمباراه نقدر نتاهل، الحين لازم نفوز المباراه الجايه وندش في حسبه وتتلخبط امورنا، بس لو فزنا هالمباراه ارتحنا. والله اليوم دشينا برتم كلش مو زين وما لعبنا عدل ولا لعبنا تكتيك صارت، فاحنا ربعنا متعودين كلهم على جو الحشيش ولا لعدنا احنا اعداد كامل حق البطوله، دشينا بس مشاركه. يعني ندش نشارك نفس الموضوع، يعني ندش ان شاء الله، يعني ما عندنا مدرب عشان ندرك تغني فبندش على نفس الموضوع. اول شيء الحمد لله رب العالمين على التوفيق، قدرنا نحقق 3 نقاط. مباراة نوعا ما في الشوط الأول كانت شوي نسبيا، يعني كانت في تف بين اللاعبين بحكم ان احنا كنا نبي ندش ناخذ 3 نقاط بأي طريقة. فيوم هدينا أعصابنا وركدنا وعرفنا نمشي الكرة صح، الحمد لله الله وفقنا وقدرنا نسجل مجموعة من هالأهداف.